نظمت إدارة البورصة المصرية احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك تقديراً لدور المرأة الفاعل في القطاع الحكومي والخاص. شهد الاحتفال افتتاح جلسة التداول بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تكريم عدد من السيدات العاملات بالبورصة المصرية تقديراً على جهودهن. المرأة المصرية لها قدرة دائمة على الابتكار وعلى التحمل، وهي صمام أمان مش هقول معظم البيوت، لكل البيوت المصرية. واتنقل ده من البيوت المصرية للعمل، بقت وجود المرأة في مجال العمل وخاصة في مواقع المسؤولية وخاصة في ملفات لم يعتاد عليها إن سيدات تتولاها، بنجد الكثير من الإنجاز والكثير من النجاحات. أهمية هذا اليوم هو التأكيد على الجهود التي بتبذل سواء على مستوى الدولة المصرية، وهي كثيرة، من أول تمثيل المرأة المصرية في البرلمان المصري، تمثيل المرأة المصرية بصورة كبيرة جدا على مستوى الحكومة المصرية، تمثيل المرأة المصرية على مستوى القاضيات اللي مؤخرا تعلق المنصة القضائية في جمهورية مصر العربية في خطوة تاريخية. الحقيقة احنا في الأكاديمية الوطنية للتدريب عندنا ميشن مختلفة عن احنا نكون مجرد مكان للتدريب. احنا we believe في الترانسفورميشن، and we believe ان احنا لينا دور في اهداف التنمية المستدامة اللي منها تمكين المرأة، وده طبقناه بالفعل على الأرض بوجود 47% من العاملين بالأكاديمية من النساء، بالحرص على تمثيل عادل من خريجين ومتدربين الأكاديمية عشان يوصل عددهم حوالي 52% من مجمل أعداد الخريجين والمتدربين.